عشان بقى نتناقش فيه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، سواء محمد صلاح او كمان البريمير ليج. خلينا دلوقتي يعني نروح للناقد الرياضي استاذ احمد غنيم. بنرحب بيك يا استاذ احمد. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الخير يا استاذ احمد، ومتعشمين نعرف منك يا ترى الامور هترسي على ايه، لان احنا فرهدنا من المتابعه. هو بالتاكيد يا كريم، يعني الفتره اللي فاتت كانت يعني فيها حاله كبيره جدا من الجدل فيما يخص مستقبل محمد صلاح، خاصة من الجانب السعودي. يعني مع احترامي الشديد للصحافة السعودية، كان في مبالغات بعض الشيء، وان محمد صلاح سيصل خلاص الى جدة فجر الجمعة وصباح الجمعة، ومباراة نيوكاسل الماضية كانت اخر مباراة، وهيخضع للفحص الطبي في دبي. طبعا دي كانت مبالغات حقيقية من الصحافة السعودية. انا على المستوى الشخصي بحب يعني اعتمد في هذه الاخبار تحديدا على المصادر الموثوقة في اوروبا وفي ايطاليا تحديدا. كانت المصادر الموثوقه بتنفي نيه ليفربول للبيع، وان اصلا لم يصل عرض. العرض اول عرض قدمه الاتحاد جدة يا كريم كان مساء الخميس، كان عرض شفهي لجوردن المدير الرياضي لنادي ليفربول، وتم الرد على الفور. احنا تقدم العرض الشفهي من احد مسؤولي اتحاد جده تليفونيا لليفربول، كان العرض بيتضمن 100 مليون جنيه استرليني بلس 50 مليون جنيه استرليني اضافات وحواجز. تم الرد على الفور، لان اولا ما فيش وقت. انا اعتقد لو كان العرض بتاع اتحاد جده وانتمامه كان بدري شويه، كان ممكن ليفربول يفكر كان يجد البديل. لكن المشكله الرئيسيه بالنسبه للكلوب، بالنسبه لليفربول، ان حتى لو تم بيع صلاح ب 150 او 200 مليون ما عندوش بديل، وبيضحي بالموسم بتاعه، لان اعتقد محمد صلاح حاليا هو يعني المتبقي حاليا من الجيل التاريخي ليفربول اللي فاز بالالقاب على مدار السنوات الاخيره. فانا اعتقد ان محمد صلاح باقي مع ليفربول، خاصة كمان كما ذكرت انت يا كريم مع غلط فترة الانتقالات الصيفية في انجلترا، خلاص مفيش بديل نهائي. وبالتالي حتى لو استمرار فترة الانتقالات الصيفية في الصريحة 7 سبتمبر، انا بقول ان محمد صلاح فاقد مع ليفربول بنسبة تفوق ال 95%، ولن يحصل الا بمعجزة او بقى عرض مثلا 300 400 مليون، لكن 200 مليون او 150 مليون لن يقنع ادارة ليفربول بالتخلي عن لاعب بقيمة محمد صلاح. طيب استاذ احمد، فكره عدم الاستسلام من قبل الدوري السعودي، يعني يمكن خلاص بقى اقل من 4 ايام، يوم الخميس تحديدا يوم 7 سبتمبر هيتم غلق باب القيد. فكره هنا ان يعني هيتم الضغط من قبل النادي طبعا علشان يتم اغراءات ماليه اكتر علشان يمكن صلاح ينضم لهم، هل شايف ان ممكن يحصل مفاجاه في ال4 ايام دول، ولا خلاص بنقفل الباب ده وبنقفل المناقشه دي تماما ومش هنتكلم فيها خالص بعد كده، او فكره بقى يمكن هنتكلم فيها بعد ما ينتهي عقد صلاح 2025 مع نادي ليفربول، ولا ممكن يحصل مفاجاه خلال ال4 ايام المتبقيه؟ انا الحقيقه على المستوى الشخصي، وده توقع وبناء برضه على معلومات المصادر الموثوقه في انجلترا، صعب يحصل مفاجاه ان ليفربول ما عندوش بديل. حتى لو هو هياخد ال 150 او ال 200 مليون جنيه استرليني هيقدمهم نادي الاتحاد السعودي، ما فيش بديل، وهيخسر قيمه مهمه جدا مثل محمد صلاح. وليفربول عنده شغف انه يعوض الموسم ما حدث في الموسم الماضي، لان ليفربول الموسم الماضي كان موسم كارثي، خرج من كل البطولات، ما تاهلش لليوفا تشامبيونز ليج، مش موجود ثاني في التشامبيونز ليج، وبالتالي هو ليه تعويض كل ده الموسم ده، فصعب جدا انه يستنى على محمد صلاح. انا توقعي ان ممكن نرى محمد صلاح في الدوري السعودي خلال صيف 2024، ممكن ليفربول يبيعه قبل سنه نهايه عقده. وكنت برضه اتمنى ذلك على المستوى الشخصي، انا بتمنى ان محمد صلاح يستمر في التوب ليفل، لان مع احترامي المشروع السعودي مشروع واعد، مشروع الدوري السعودي مشروع واعد، لكن لسه بدري. معظم اللعيبه حتى الان في وجهه نظري معظمهم لاعبين اقتربوا خلاص من نهايه مسيرتهم، او فرصهم كانت قليله جدا في اوروبا باستثناءات يمكن بسيطه جدا، يعني 3 أو 4 لاعبين صغار في السن. لكن المعظم يعني احنا شايفين خلاص ان الاتحاد السعودي بيقترب من التعاقد مع سيرجيو راموس، وسيرجيو راموس حاليا بيبلغ من العمر 37 سنه. احنا بنتكلم ان معظم اللعيبه حتى انت بس في السن، فانا بوجه يعني على المستوى الشخصي انا اتمنى استمرار محمد صلاح ليس فقط الموسم ده ولكن لمواسم اخرى، ان هو 31 سنه وقادر على العطاء لسنين اخرى في التوب ليفل على مستوى اوروبا. طيب لو هنتكلم يا استاذ احمد، احنا عمالين الجدل عموما يعني بغض النظر عن فكره غلق الصفقه من عدمها، ايه الاحسن بالنسبه لصلاح؟ يمكن ناس كتير او انا وكريم كنا بنتكلم، يمكن شايفين انه خلاص ليفربول مش هيحقق اكتر من كده خلال الفتره المقبله. على الجانب الاخر صلاح ممكن يحقق مكاسب كتير جدا من انتقاله دلوقتي، وممكن ما يكونش نفس العرض ده موجود بعد سنتين بعد انتهاء عقده مع ليفربول. يعني شايفين الناس منقسمه، شايفين ناس ان مصلحه صلاح
ان هو ينتقل للدوري السعودي، ناس تانية شايفة انه اكيد بقائه مع ليفربول هو الاصلح ليه، خاصة ان يمكن صلاح خلق شعبية كبيرة جدا لليفربول سواء على مستوى مصر او الوطن العربي. يمكن طبعا ليفربول اكيد نادي كبير، ولكن شعبيته زادت جدا بعد انتقال صلاح ليه. ففكرة هنا ان احنا عمالين بنتكلم، هل صلاح انت مع صلاح ان هو يكون مستمر مع ليفربول، ولا ان هو ينتقل للدوري السعودي؟ مش بس بتكلم دلوقتي او كمان بعد سنتين. هو السؤال ده مهم جدا لسببين. السبب الاول لو بصيناها من الجانب المادي، بالتاكيد محمد صلاح يفترض عرض، يعني قولا فصلا عرض خيالي، كل ما تحت السبب منها هيكون اغلى لاعب، يعني اعلى راتب، يعني اعلى لاعب اجرا في تاريخ كره القدم، حتى كمان راتب كريستيانو رونالدو تقريبا اللي بيتقاضى حوالي 60 يورو في السنه. ده على الجانب المادي، لكن سبب اخر يعني ده السبب اللي ممكن يخليه يمشي، لكن انا ده السبب لا بل حده محمد صلاح راتبه. اه طبعا يعني لو قارنا الراتب دلوقتي الحالي بياخده في ليفربول، هو بياخد حوالي 350,000 جنيه في الاسبوع مع الراتب اللي هياخده يعني في اتحاد جده حاليا في ايه، طبعا فرق كبير جدا صلاح للاتحاد. لكن على الجانب الجوانب بقى يعني المعنويه والكلام ده، انا شايف انه بيكمل في ليفربول لان محمد صلاح وجهه نظري بادئ الموسم بشكل قوي، مساهم كل مباراه بيساهم في هدف سواء باسيست او صناعه اهداف، تسجل هدف. محمد صلاح امامه فرصه سواء الموسم ده او الموسم القادم ينافس على البالون دور، لان ميسي مشي خلاص من اوروبا، رونالدو مشي من اوروبا، مفيش غير هالاند امبابي. يعني تعالى نتذكر ان لوكا مودريتش هو احد اساطير ريال مدريد، فاز بالكره الذهبيه وعنده 34 سنه، فالفرصه لسه في وجهه نظري قدام صلاح، لان حلم محمد صلاح وهو صرح ده اكثر من مره ان هو يحقق الكره الذهبيه، ومحمد صلاح قدر على ده. محمد صلاح تعالوا نكون يعني واضحين مع الساده المشاهدين، لن يحقق الكره الذهبيه حالا وصل للدوري السعودي، لان التوب ليفل حتى الان في اوروبا مع احترامي الشديد مره اخرى للمشروع الدوري السعودي، لكن لسه مشروع بادئ وواعد، لا يجوز على الاطلاق مقارنته بالكره الاوروبيه، ولا يجوز مقارنته على الاطلاق تحديدا بالبريمير ليج، لان البريمير ليج تحديدا مكاسبه بتوصل ل 100 مليار جنيه استرليني، احنا بنتكلم فرق شاسع، يعني فرق ضخم جدا، فلسه دوري السعودي مشروع واعد. وانا في وجهه نظري اتمنى ان محمد صلاح يكمل، لان انا نفسي اشوف لاعب مصري بيرفع البالون دور الكره الذهبيه في المستقبل القريب. واضح كده ان احنا لا نملك غير الانتظار للثلاث اربع ايام اللي جايين دول، ونشوف يا ترى هتحصل مفاجاه غير متوقعه ولا لا، واللي حصلت هتكون قنبله الموسم بالمعنى الحرفي للكلمه. بنشكرك استاذ احمد غنيم الناقد الرياضي على وجودك معانا النهارده، جزيل الشكر.